إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. قبل أن أبدأ الشرح إخوتي اقرأوا الإعلان الموجود قبل الفيديو من فضلكم. يوجد بعض الإخوة المشتركين في القناة يطلبون إثبات سهم للمواقع التي شرحتها. أولا كاش بونيس، هذا الموقع يعطيك 150% بعد مرور 72 ساعة أي 3 أيام. نعود إلى الباير، يدفع ثلاث مرات إخوتي، كل يوم يدفع لك مبلغ حتى تنتهي المدة 3 أيام. ليس هذا إخوتي، هو إخوتي كاش بونيس، دفع لي 4.95 روبل، أخذ اقتطاعة الباير كان 5 روبل إخوتي اقتطاعة الباير. إذا الموقع استثمرت فيه 10 روبل ستحصل 15 روبل بعد مرور 3 أيام، كل يوم يعطيك 5 روبل. أهو إخوتي هذا هو الموقع، طريقة تسجيل تضغط هنا، تضع عنوان محفظة الباير وتضع ذلك الرقم الكود ثم تدخل إلى الموقع. الموقع الثاني ماترموني، هذا يعطيك 160% بعد مرور يومين 48 ساعة، كل يوم يعطيك 80%. نعود إلى الباير، ليس هذا، هذا هو 7.92. انظروا ماترموني. والموقع الأخير رول ستريم، يعطيك 600% بعد مرور شهر، كل يوم يعطيك 10%. إذا عند استثمار 10 روبل ستحصل على 30 روبل، 100 روبل، 300 روبل. مثلا أنا 10 روبل يعطيني 30 روبل بعد مرور شهر، كل يوم يعطيك 10%، 3 روبل. أين هي؟ هو إخوتي روبل ستريم. طريقة تسجيل سهلة جدا، نفسها لثلاثة مواقع. تضع عنوان محفظة الباير، تدخل الكود ثم تدخل إلى الموقع هكذا، مثلا كاش بونيس هكذا، عنوان محفظة الباير هكذا، ثم ندخل إلى الموقع. هذا كل يوم يعطيك 5 روبل، استثمرت 10 روبل. لو نأتي إلى هنا للإيداعات بقي 5 روبل إخوتي وينتهي السحب. هنا ديبو اوفر، إيداعات مفتوحة، هنا تضع القيمة ثم تضغط هنا ليحولك إلى الباير لتدفع إلى الموقع. نفس طريقة هذه المواقع كلها إخوتي. إخوتي لايك للفيديو إن أعجبكم، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.